كل السكك متقفلة قفيل قدام، قلت أجي أفضفض معاكي لأنك قلبك طيب، ده غير إنك ليكي خبرة كبيرة في الدنيا يا أم جلجل. والله يا كرمان أنا بحبك جدا، وحقيقي كان نفسي يبقى ليا أخت زيك. لو الدنيا ضاقت معاكي في أي وقت تعالي لي، واعتبريني أختك الكبيرة. مش خابرة أعمل إيه يا أم جلجل؟ بصي يا كرمان، ربنا خلقنا في الدنيا دي علشان نعبده ونتمتع، هي عيشة واحدة بس اللي هنعيشها في الدنيا، والواحدة مننا لو عاشت مع راجل ما بتحبوش تبقى حياتها جهنم، لكن بقى لو عاشت مع اللي بتحبه ما اقولكيش على السعادة اللي بتبقى فيها. السنة بتعدي ضيقة، استمتعي يا كرمان، عيشي، انت اللي هتعيشي حياتك مش حد تاني. كل اللي هتقوليه زين، بس انا دلوقتي بتحدد اخرج من الورطة دي كيف. انا كنت فاكرة ان مهدي اللي متقدم لي مش دكتور رفعت، وخلاص ما قدرش ارجع في حديتي مع ابوي لان اديته موافقة بسكاتي. ورطة بجد لو اتجوزتيه، وورطة اكبر لو الحكاية اتفضت، عشان بنات العرب ما بيتجوزوش براهم. كان عندي نقطة أمل، نقطة إن مهدي يتقدم لي، لكن كده النقطة ضلمت وحياتي كلها ضلمت وبقيت كحل. طب اهدي بس، اهدي واشربي العناب. ما قدرش. بص يا كرمان، الحبل لما يتعقد عقد كتير بنعمل فيها ايه؟ بنفكها عقدة ورا التانية، واللي يحل الأولى هيحل التانية. أنا معرفش إيه اللي ممكن يحصل، بس اللي عارفاه ومتأكدة منه إن كل عقدة وليها حل. عندك حق. طب سايق عليك النبي بقى تشرب العناب. يلا. وعشان عمار البيوت اوعي تحكي لأي حد أي حاجة، عشان خاطري يا كرمان، الحرص واجب. أنا اللي بحلفك، خصوصا خليفة رماوي. اوعي يا مجلج. كده برضه يا كرمان؟ طب خلاص حقك عليا، مش انت اللي قلت الحرص واجب؟ طب كلي بقى. اما تعالى يا جلال. تعالى يا جلجل، وحشتني. تعالى شوف جبت لك ايه. جبت لك الشوكولاته اللي انت بتحبها. ربنا يخليك. انا بحبك قوي يا جلال. والله يا كرمان انت عسل، انا بحس ان انت في عمر جلال ابني. ربنا يسعدك يا كرمان يا بنت روحية، ويحبب فيك الغريب قبل القريب.